أولا أشكرك على الدعوة الكريمة. أهلا وسهلا، شرف. وفريق إعدادك المميز. خلينا نبتدي إنه من أسبوعين تقريبا أصدر مجلس الوزراء بيان بينفي بيه الإشاعة إنه هناك نية لدى الحكومة في التعرض للإيجار القديم السكن. ثم فوجئنا إنه يوم الخميس الماضي إنه في اجتماع لمجلس الوزراء. أصدر هذا البيان أو أسفر عنه بيان. الفقرة الأولى من البيان بتؤكد على أنه مشروع الحكومة الخاص بالأشخاص الاعتبارية المعروض على المجلس غدا هو تمسك بالأحكام الدستورية. وبالتالي إذا عايزني أجاوب على سؤال حضرتك، إيه إحنا مطالبنا؟ إيه هو التمسك بالأحكام الدستورية اللي هي الحكومة والبرلمان وكافة المؤسسات هي متمسكة بالأحكام الدستورية. وده بيخليني أقول إنه بمشروع اللي هي إيه؟ يعني إيه اللي هو الحكومة تتمسك بيه؟ أنا جاي لحضرتك. وبالتالي بمشروع الحكومة الاعتباري الخاص بالأشخاص الاعتبارية اللي هو صدر نفاذا للحكم الدستوري الصادر في مايو 2018 من وجهة نظرنا أصبح قانون الإيجار غير قابل لأي تعديل. ليه يا احمد بيه؟ غير قابل لاي تعديل. لاي تعديل. ليه بقى يا احمد بيه؟ النهارده احنا بنتكلم على احكام دستوريه. والحكومه في بيانها مشكوره. والبرلمان اكد ده انه متمسكه بالاحكام الدستوريه. كويس. انا عندي طب احنا هنعمل قانون ليه؟ اذا احنا هنفضل زي ما احنا نعمل ليه قانون؟ أنا او الحكومه تفكر في ايه؟ اكمل الاجابه. هوصل معاك والسيد وزير العدل كان معانا من شويه مداخله وقال ان احنا نعمل قانون متوازن. ايوه بالظبط كده. فضل. وبالتالي الاحكام الدستوريه اللي بدات من 1995 تعديلا على هذا القانون. وبالتالي احنا بنتكلم هنا حتى جمله ان هذا القانون لم يطاله التعديل جملة محتاجة للمراجعة. ليه؟ لأن الأحكام الدستورية الصادرة من 1995 والتي بلغت ما يزيد عن 30 حكم دستوري وأن المحكمة الدستورية كلها في صالح المستأجر؟ لا أنا بالعكس. أنا لو بتكلم بمنطق الأحكام الدستورية مع أو ضد هقول لك الأحكام دي ضد المستأجر. لا، هي عادة المحاكم الدستورية لا تنحاز لأحد. بالظبط كده. فأنا عشان كده بقول لحضرتك إيه؟ أنا لا أحسب المحكمة الدستورية أحكام المحكمة الدستورية بما لها من توقير إنها مع أو ضد. ليه؟ لأنها بتحاكم النص القانوني. ملهاش دعوة بالأشخاص. بالأشخاص. هي بتحاكم النص القانوني. وبالتالي في هذا المعنى أنا بقول لحضرتك إنه هذا القانون أكثر القوانين التي طالها التعديل عبر مجموع الأحكام الدستورية التي صدرت والتي لم تترك كما يقال شاردة ولا واردة ولا صغيرة ولا كبيرة. مدة العقد وانتهائه وامتداده. الأجرة، تشكيل اللجان الأجرة، كل هذه الأمور عرضت وطرحت على المحكمة الدستورية وقضت فيها قولا فصلا. وبالتالي اللجنة الموقرة اللي مجلس النواب اللجنة الموقرة اللي تشكلت أو مسمع تشكيلها طبقا لبيان هيبقى مطروح عليها. وأنا بقول لحضرتك أنا ما بصدرش على المطلوب. مطروح عليها إشكاليات أو أسئلة زي هل يجوز تعديل هذا القانون ولا لا؟ ده سؤال مطروح. طيب السؤال الثاني، إيه هي حدود هذا التعديل؟ خاصة وإن أنا عندي أحكام دستورية تتعلق بكل عناصر العلاقة الإيجارية. كويس. وبالتالي المحكمة الدستورية وصلت فيما يتعلق بالعلاقة التعاقدية في الإيجار القديم إلى حدها الأدنى من العلاقة التعاقدية، بحيث إن أنا لو أقدمت على تعديل على هذه العلاقة يبقى بهدمها. ويبقى سؤال مطروح للدراسة أمام اللجنة. هل يجوز للبرلمان وهو مشرع أن يتدخل لهدم أو إلغاء أو فسخ عقود رضائية قائمة فيما بين طرفيها؟ ده سؤال. طيب السؤال الثاني عشان نروح للدكتور أحمد نديله حقه كمان. حاضر. تفضل. السؤال الثاني. الحقيقة اسمحني أبدي بعض الاندهاش أو الاستغراب أو التعجب. إحنا بنتكلم على تعديل قانون تم إيقاف العمل به منذ ما يقرب من 30 سنة. يعني احنا بنتكلم على قانون تقريبا منتهي.
وبالتالي أصبحت العلاقات الخاضعة لهذا القانون منحصرة. وبالتالي أصبح مآلها إلى الانتهاء. نعم. هنا السؤال من ضمن الأسئلة المطروحة. أيوة. معالي رئيس الوزراء وله كل التقدير والاحترام. نعم. لما قال اللجنة تتشكل للدراسة. يبقى احنا لسه ندرس. ولا احنا درسنا؟ لا لا لسه. لكنه طرح. ما عايزين يقعدوا مع الناس كلها. ما أنا زي حضرتك. ما أنا جاي لك زي الدكتور. ما أنا جاي لك. البرلمان. ما أنا جاي لك. ياخدوا الآراء كلها. نعمل ايه؟ لكنه اللي أثار اللغط. ولا نفضل على الحال اللي احنا عليه. لا 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 انا بقول لحضرتك ندرس. ندرس. ونشوف. واخد بال حضرتك ازاي؟ بس لا واضح الدراسة المرة دي غير أي دراسة. طبعا. يعني واضح المرة دي في تحرك. عشان كده أنا بقول لحضرتك ايه؟ نعم. هذه المسائل مسائل جدية مطروحة أمام الدراسة. طيب. أروح الدكتور أحمد؟ أروح الدكتور أحمد؟ يبقى. اتفضل. معالي رئيس الوزراء. أيوة. ما وله كل التقدير. أيوة. لما قال إن اللجنة هتتشكل للدراسة. أيوة. خلاص يبقى إحنا ندرس. أيوة. ونرى ما تسفر عنه الدراسة. لكنه فاجئ الناس إنه قدم وكأن الدراسة موجودة وقال إنه هتبقى فيه فترة انتقالية وزاد على ذلك المتحدث باسم مجلس الوزراء وقال إنه الناس اللي هتخرج إحنا هنوفر لهم شقق. يبقى احنا لسه هندرس ولا في حلول موضوعه؟ دكتور احمد بحير اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. اولا باتوجه بالشكر نيابه عن ملاكي ومستاجري مصر اعضاء جمعيه المضارين من قانون الايجار القديم للشكر لسياده الرئيس. واقول له يا ريس وعدت فاوفيت. والحمد لله ان ربنا رزقنا برئيس اسمح لي في التعبير جدع وابن بلد. نعم. ما بيخافش من حد. نعم. والايادي المرتعشه زمنها انتهى ولا تتوافق النهاردة مع الجمهورية الجديدة. نعم. أنا كل الحوارات اللي أجرت على مدار 10 سنين كنا بنتكلم عن المالك والمستأجر. وحضرتك ما كلمتنيش ليه عن أملاك وزارة الأوقاف. حضرتك ما كلمتنيش ليه النهاردة أن الرئيس السيسي في أكتر من اجتماع مع وزير الأوقاف بتعظيم أملاك الدولة. خلينا أقول لحضرتك النهاردة ولسيادة النائب اللي مشرفنا طبعا. أملاك الأوقاف يا فندم تبلغ تريليون و37 مليار و370 مليون و78 ألف. نصهم جايه من ايرادات الاراضي الزراعيه التي تم تحريرها في الوقت السابق. ماشي يا فندم. نعم. النهارده احنا منتظرين ايه؟ يعني في الوقت اللي الرئيس بيقول فيه عظموا الايرادات وفجاه ان الحكومه بتتقدم بمشروع تحكم بيه تعظيم الايرادات.